غادر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى بحفظ الله ورعايته هذا اليوم جمهورية مصر العربية الشقيقة مختتما زيارة أجرى خلالها مباحثات مع أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، تركزت على العلاقات الثنائية الأخوية الوثيقة ومجمل الأحداث والتطورات الإقليمية والدولية. وكان في مقدمة مودعي جلالة الملك المفدى لدى مغادرته فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة ومعالي السيد محمد يحيى راشد وزير السياحة رئيس بعثة الشرف وسعادة الشيخ راشد بن عبد الرحمن الخليفة سفير مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية الشقيقة وأعضاء السفارة البحرينية في القاهرة. وقد بعث جلالة العاهل المفدى برقية شكر وتقدير إلى أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي هذا نصها: فخامة الأخ الرئيس عبد الفتاح السيسي حفظه الله ورعاه رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لنا ونحن نغادر أرض جمهورية مصر العربية العزيزة أن نعرب عن شكرنا وتقديرنا البالغين لفخامتكم على إحاطتنا بكل الحفاوة والتكريم التي تعكس مشاعركم الأخوية الصادقة التي نعتز بها أيما اعتزاز، وتؤكد مدى عمق وقوة العلاقات الأخوية الوطيدة بيننا وبين بلدينا وشعبينا الشقيقين، والتي نعمل معا على دفعها لآفاق أرحب من التقدم والازدهار بما يخدم مصالحنا المشتركة. وإننا إذ نجدد تقديرنا للدور التاريخي والاستراتيجي الذي كانت وما تزال تقوم به جمهورية مصر العربية في نصرة القضايا المصيرية للأمة العربية في كل المحافل الإقليمية والدولية، فإننا نعرب عن ثقتنا بأن تشخيصكم الدقيق للأوضاع الراهنة ومعطياتها وتحديدكم السديد متطلبات المرحلة المقبلة وضرورة التمسك بالعمل العربي المشترك سيكون له عميق الأثر في التغلب على كل ما يواجه الأمة العربية من مخاطر وما يحدق بها من تحديات، وما يؤدي إلى توحيد الكلمة وتقوية الصف لتكون دولنا القادرة على تعزيز مصالحها وحماية مؤسساتها وصون مقدراتها ومنع أي شكل من أشكال التدخل الخارجي في شؤونها وتحقيق طموحات شعوبها والإسهام بفاعلية لكي يسود الأمن والسلام في المنطقة والعالم، سائلين الله تعالى لفخامتكم موفور الصحة والعافية ولجمهورية مصر العربية وشعبها الشقيق كل سبل الرخاء والازدهار، وأن يوفقنا جميعا لما فيه خير وعزة أمتنا العربية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين.